هلا بفتره الاعياد كثير منا بنحضر وجبات قبل بوقت او بننزل لحمه من الفريزر بنطلع لحمه على الفريزر، سو رح نعرف اكثر كيف نتعامل مع اللحوم خاصه لما نجلدها او نفك عنا الثلج. مع اليوم ناتالي ياغي، ونحن كمان ناطرين اتصالاتكم على 04444444 اذا عندكم اي سؤال له علاقه بهالموضوع او غيره. اكيد هاي ناتالي، هاي كيفك؟ ماشي الحال؟ سبا ماشي الحال. يمكن في كثير اشخاص بتسالوا عن هالمواضيع خاصة بهالفترة. صح، التغذية الصحيحة أو الجيدة بتبلش كمان بسلامة الأكل. يعني إذا نحن عم نتناول نظام غذائي متوازن ولكن سلامة أكلنا منا كتير مزبوطة، هذا بيأثر أكيد سلبا على صحتنا. مشان هيك مهم نعرف خاصة هلأ بفترة الأعياد كيف نتعامل مع اللحمة، كيف ندوبها، كيف نفرزها تضل الوجبة اللي عم ناخدها أكيد سليمة 100%. أول شغلة بدنا نبلش فيها هي نحن كيف نشتري الأغراض من السوبر ماركت. يعني بتبلش سلامة الأكل من وقت اللي نشتريها، أكيد هيدي مسؤوليتنا، أكيد في قبل مسؤولية المحل اللي عم نشتري من عنده، ولكن نحن مسؤوليتنا بتبلش وقت اللي بنشتري الأغراض من السوبر ماركت. لازم دايما 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 نبلش شريتنا بالمأكولات اللي ما بدها براد، وهون انا عم بخص اكثر شيء الماكولات او اللحوم بالاخص. يعني فينا نشتري الخضره، فينا نشتري الاشياء الناشفه، واخر شيء نشتري الاجبان واللحوم قبل ما نوصل اكيد على الكاس، لانه الوقت اللي لازم او بالاحرى اللي ما بياثر على سلامه الماكولات خاصه اللحوم المفرزه او حتى المسقعه ما لازم تضلها اكثر من ساعتين برات البراد. اذا احنا بلشنا نشتري باللحمه وقعدنا ساعتين بالسوبر ماركت رجعنا ساعه على البيت، هدول ثلاث ساعات صار اللحمه في ريسك انه تكون يمكن منا سليمه. سو هيدي اول شغله لازم اكيد ننتبه لها. الشغله الثانيه اللي هي مهمه هي كيف بس نحط اللحمه بالفريزر، خاصه هلا نحن يمكن بموسم الاعياد في كثير اشخاص بيجيبوا اللحمه قبل بوقت بيفرزوها، او حتى الحبش او حتى الدجاج بيفرزوه وقبل قبل نويل بيدوبوا. كيف لازم تتدوب هالانواع من اللحوم؟ اكيد في طريقه، في ثلاث طرق فينا ندوب فيها اللحمه. معظم الاشخاص يمكن بيتركوا اللحمه او الدجاج او الحبش برا، لانه نحن بنعرف انه الحبشه كثير كبيره، بنقول معلش ما راح يصير لها شيء. هلا اذا ما ساعد لازم نلاقي لها محل بالبراد. اول طريقه هي انه ندوبها بالبراد، ثاني طريقه هي انه ندوبها بالمي، وهون المي ما لازم تكون مي سخنه، كثير اوقات بنقول اذا سخنا المي بتدوب اسرع. صح. ثالث طريقة هي بالمايكروويف، إذا كانت أكيد مش الحبشة شقفة لحمة أصغر. أول طريقة هي التدويب أكيد بالبراد. نحن بنعرف إنه معظم الأوقات لازم لكل تقريبا كيلو من لحمة الداند أو الحبش بدها تقريبا لكل كيلو بده حوالي الساعتين. رح نكفي بها المعلومات ناتالي بعد هالوقفة. لكن ثلاث طرق سليمة إنه ننزل اللحمة من الفريزر. أولاً نحطها بالبراد، ندوبها بالبراد. وكنت عم بقول إنه مثلاً الحبش لازم نحسب حساب تقريباً لكل حبشة بين 2 ل 6 كيلو بدها يوم أو 3 أيام بالبراد تدوب. يعني لازم نحسب حساب، لازم نحسب حساب قبل بوقت. دونك عادةً هذا معدل وزن الحبشة تقريباً لكل 2 ل 6 كيلو بده نهار ل 3 أيام تتدوب بالبراد. ليش مهم هالشي؟ لأنه بهالطريقة هاي الحبشة ما بتوصل حرارتها للحرارة اللي نحن بنسميها دينجر زون اللي هي بتتكاثر فيها البكتيريا. الطريقة الثانية هي ما بعرف إذا فينا نشوف الصورة. الطريقة الثانية هي إنه ننقع الدجاج بالمي. عادة وقت اللي بدنا ننقع الدجاج بالمي أو ندوبه بالمي كمان لازم نحسب حساب. هلا بيدوب يمكن بطريقة أسرع وقت اللي نحطه بالمي، ولازم
كل نص ساعة نغير المي، لأنه المي بتسقع ما بتعود تذوب الدجاج بطريقة. شو بدها تكون حرارة المي؟ عادي حنفية عادي، مي مسقعة. لأنه ما ننسى أنه الفريزر حرارته أعلى بكتير من المي اللي نحن عم نستعمله. حتى لو مي باردة ستيل رح تعلي حرارة الحبشة. مزبوط 100%. عادة لكل 2 لتقريبا 6 كيلو نحن بحاجة لحوالي 2 ل6 ساعات تندوبها، يعني بالمي. لازم نحسب وقت بالمي وكل ساعة نغير المي. هيدي تضل حرارة الحبشة أو الدجاج سيف temperature، يعني ما تكون الحرارة عم توصل للدينجر زون اللي بتتكاثر فيها البكتيريا. إذا تركناها بالمي مش نفس الشيء مثل ما إذا تركناها برا؟ لا مش نفس الشيء، لأنه المي بتذوب أسرع. والخطورة بأنه ندوبها برا هي أنه يمكن المنطقة الخارجية من الحبشة تدوب ولكن وتوصل لحرارة danger zone، بينما قلب الحبشة بعده frozen. وهيدي شغلة لازم ننتبه لها إحنا، الأشياء اللي منشوفها ممكن أنه تكون يمكن منا كتير سليمة. طريقة ثالثة هي بالمايكرويف. بالمايكرويف في أكيد بروغرامات للديفروست. في كتير ناس بيخافوا يستعملوا المايكرويف. إذا المايكرويف بصحة جيدة، يعني ما صار له زمان عنا، الباب بيسكر منيح، ما لازم نخاف أنه نستعمل فرن المايكرويف. في بروغرام مخصص للتدويب. أهم شيء وقت اللي بدنا ندوب بالمايكرويف لازم دغري نطبخ، يعني الحبشة اللي يمكن دوبناها بالبراد فينا نتركها يوم يومين بدون ما نطبخها بالبراد. بينما إذا كانت بالمايكرويف لازم دغري نطبخ اللحمة أو الدجاج، لأنه بالمايكرويف في مناطق يمكن تسخنت أكثر من غيرها، دونك تما نعرض حالنا لهالبكتيريا هاي ضروري إنه دغري نطبخ. يعني بس ندوب بالمايكرويف لازم دغري نحط اللحمة أو الحبشة أو الدجاجة دغري نحطها تا نطبخها. دونك دوبنا اللحمة. السيفتي كمان هون أو السلامة مهمة كتير، نحنا كيف عم نطبخ، وخاصة وقت اللي عم نطبخ قطع كتير كبيرة من اللحمة. عادة القطع الكبيرة بتتسخن من برا، ولكن قلبها بيكون بعده بالدينجر زون، يعني ممكن إذا هي بالفرن بعدها هي منا كتير مستوية من قلبها. مشان هيك ضروري إنه يكون عنا ميزان حرارة للحوم ونطل على اللحمة كل فترة وفترة. لازم الحرارة تكون فوق 60، يعني عادة اللحمة إذا كانت قلب الدجاجة أو قلب الروتي أو قلب قطعة اللحمة فوق 60-70 درجة بتكون سيف. دونك هيدي نقطة لازم كتير ننتبه لها. إذا الواحد عم يطبخ لحمة فيها تكون فيليه أو جيجو وبحبها إنه تضلها حمراء جوا، نعم، هون الحرارة شو بدها تكون؟ وهالشي هلا الحمرة، الحمرة عادة إذا بقيت سينيونت ما بتكون وصلت للحرارة اللي عم نحكي عنها، خاصة إذا نحن عم ندوب لحمة. يعني ما ننسى إنه دينجر زون هي بين 5 و60 درجة. إذا اللحمة بعدها بهالحرارة هي أكثر من ساعتين هون في ريسك. دونك أفضل أهم شيء إنه ما يكون في باللحمة بعد عم بيطلع ليكيد أو سائل ملون. هيدا السائل الملون دليل إنه بعد اللحمة ما استوت. هلا في أوقات فيها تكون حمراء ولكن ما بيعود يطلع منها هالسائل هيدا الملون، ممكن إنه تكون وصلت لها الحرارة، بس معظم الأوقات وقت اللي تكون حمراء اللحمة بعدها من جوا في ريسك إنه تكون تعدت. فهون بدنا نكون متأكدين من مصدر اللحمة من مصدر اللحمة وقدي بقيت برا. وأكيد أفضل إذا بدنا نحكي سلامة أكل، خاصة وقت اللي يكون عنا هيك قطع كتير كبيرة من اللحوم خاصة الحبش، أفضل إنه أكيد الحبش ما رح نأكله سينيا، ولكن اللحمة الحمراء أفضل إنه تكون بقلبها حرارتها فوق 70-60-70 درجة. دونك هيدي نقطة كتير مهمة. نتالي للأسف خلص وقتنا، أكيد في بعد معلومات ما قلتين عنهم رح نرجع نحكي عنهم بغير حلقة. بكرة بكرة عظيم. رح نأخذ بريك مشاهدينا ومنكفي عليك.